السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل. اليوم هنكمل شرح منهج جريد 1 منهج UAE Phonics. معانا شرح لـ Unit 28، درس بعنوان Short Vowels. درس بتاع النهاردة مهم جدا، إن هو بيتكلم عن الحروف المتحركة أو الـ Short Vowels، الحروف المتحركة القصيرة اللي صوتها قصير. طيب، عندنا خمس حروف قصيرة اللغة الإنجليزية التي تسمى short vowels. short vowels المعنى A, E, I, O, U. لازم نعرف كيف ننطق. عندي أول واحد بينطق A, A. تاني vowel هو حرف الإي بينطق A أو كسرة، كأنه زي الكسرة في اللغة العربية، ينطق A. تالت واحد ينطق E, E، نفس حرف الياء في اللغة العربية. الثالث ينطق O, O، والأخير بينطق A. طبعا في لخبطة، في ناس بتلخبط بين الـ A والـ U. الـ A لو خدنا مثلا مثال كلمة car وبقول car، فنطق ينطق A. أما الـ U ينطق A, A، زي كلمة but، ب أ ت، يبقى ده أ والتاني أ. ندخل في الدرس. معانا أول activity، activity number one. Listen to the words, circle the correct vowel sounds. هنعمل دائرة على sound vowels. اوكي، هنسمع مع بعض وهنعمل دائرة في نفس الوقت. one kid. كلمة kid. kid. two. kid. red. I. red. red. three. e. pot. 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 o. four. man. man. ma. a. man. five. jug. 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 you. حاول عيدها مرة تانية بحيث ان احنا نسمع الكلمات مرة تانية. track 135. 1 kid. 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 2 red. red. شوفنا نطقها red. ايه كأنها قصر. 3 pot. 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 p-o-t. 4 man. man. ما a man. a. 5 jug. 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 إذن شوفنا هو يمكن حطوا ال two vowels اللي هما متشابهين ورا بعض عشان نعرف الفرق. هنا ما a n a، أما الثانية j a g a a a a a. طيب نشوف activity 2. write vowels to complete the words. أول صورة معايا صورة شمس. شمس يعني sun. s a n. دايما بقول حرف اليو بفتح بقى شوية أقول a، يبقى يو. طيب هنا عندي cat. ك a a. شوفنا الفرق بين a و a. cat. طيب كد. كد حرف الاي ينطق نفس الاي. كد طبعا الشورت، كل ده بتكلم على الشورت فاولز. ليج. ليج كانها كسره. ويب. ويب. تمام. جت. جت. بوت. بوت. فان. فان. اذن عندك كلمة sun ناقصة حرف اليو، cat ناقصة اي، kid ناقصة اي، leg ناقصة اي، web ناقصة اي، jet اي، pot او، van a. طيب كلمة kid لها معنيين. كلمة kid معناها يا اما طفل يا اما صغير الغنم، اللي هو ابن الشيب الغنم. activity 3.
say the sounds. Circle the picture that have the sound. طيب هنا عندي الفاول اللي موجود هنا هو A أو A زي ما بنقول A. عندنا watermelon. I think it's watermelon. طيب عندي هنا bat وعندي هنا exit. هي طبعا الأساسي هنا عندي bat. مش عارف إذا كانت دي watermelon ولا لأ. لو watermelon فيها WA مش عارف بالظبط. خلينا ناخد bat. إذا ينفع إن احنا ناخد شيئين هنرجع تاني للصورة ونحط عليها دليل. هنا عندي number 2 E أو A. الصورة دي صورة 10 اللي هي العلبة، علبة الشيء المعلبات اسمها 10 clock clock و hen hen. إذا كلمة hen هي اللي فيها E H E N H E N. طيب number 3 عندي حرف ال I اللي هو ينطق E. الصورة دي بتعبر عن دب جالس ويجلس يعني set. دي صورة van ودي صورة vet. vet يعني طبيب بيطري vet v e t. إذن set هي اللي فيها I. طيب ناخد كمان الصورة اللي بعدها بتكلم عن الشورت vowel O. عندي دي صورة net. net يعني شبكة. وهذه صورة box. طبعا box فيها O وleg. leg فيها E. number 5 يو والصوت اليو بينطق أ أ. عندي أول صورة صورة mug أج mug. وعندي صورة ant وعندي صورة يا إما سي يا إما كليف وكلاهما لا يحتوي على يعني بحر يعني سي وكليف اللي هو حافة الشيء اللي هو ده. كلاهما لا يحتوي على يو. اللي يحتوي على يو كلمة mug م أج. بكده نكون خلصنا صفحة رقم 14 page number 14. يا ريت تكونوا استفدتوا. شكرا جزيلا للاستماع. كان معكم مستر إياب عادل.